اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده فسفور، يعني اكله سمك من الاخر. بناء على رغبه الساده المشاهدين مطلوب مننا السمك المكريل. المكريل سمكه بتيجي مستورده بسعرها المختلف، وزنها نص كيلو، وزنها 400 جرام. عايزين ناكله بالتقليه، عايزين ناكله بالطماطم يا شيف زي القراميط وزي البياض، نعمله ازاي؟ هنجاوب على السؤال ده عمل النهارده مع بعض. معانا طبعا عشان اللي مش عايز ماكريل ما يقولكش الشيف المغازي جايب لنا حاجه رخيصه مثلا، ولا الماكريل اللي احنا مش واخدين عليه، طبيعي. معانا تشكيله من السي فود النهارده، جمبري، كابوريا، سمك فيليه قشر بياض، هنعمل طاجن السي فود بالوايت صوص والكريمه، حاجه كده رهيبه وجميله ولها فخامه زي ما بيقولوا، بناكلها في بعض المطاعم بره، البعض بيحط فيها كافيار، بيحط فيها بطارخ، بيحطوا فيها كاليماريا، بيحطوا فيها صبيط، الحاجات اللطيفه الحلوه ديت انا هعملها النهارده بمدرسه البغازي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، والسبايس الخفيف بتاع الوايت صوص مع تشكيله السي فود اكيد هيودينا مكان تاني. طبعا الاكل ده لطيف وجميل، ولكن عدله محتاج لطبق رز ابيض، هيكون معانا الرز الابيض ان شاء الله. ولكن بمناسبه امتحانات الثانويه العامه وطلبه الثانويه العامه، بالتوفيق ان شاء الله لكل اسره جواها وجوه الاسره طالب او طالبه بيمتحن، انا دوري اعمل عصير النهارده. العصير ده يعني اوميجا 3، قيمه غذائيه عاليه جدا، انصحك تعمليه لاولادك بالليل الصبح قبل ما ينزلوا على الامتحانات، الحاجات دي حلوه قوي، اسمه سموز التمر باللوز، يا مزاجك اللوز يا شيف علشان يعلي اوميجا 3، وطبعا والذاكره والزهايمر، ونذاكر ونركز في دروسنا شويه، نعمل ناكل سمك، ناكل كبسه، ناكل فراخ، اهم حاجه طلبه الثانويه العامه ربنا يوفقهم ان شاء الله ويتفوقوا كلهم. العصير اللي انا هعمله دلوقتي بنصح كل ام عظيمه تعمله لاولادها، عباره عن تمر او عجوه بتاعتنا بتاعت الواحات وبتاعت سينا، معاها لوز متقشر، معلقتين من السكر، شويه ثلج، شويه حليب، بالف هنا وشفا، عشان الزهايمر ملوش مكان بينا. طيب انا هعمل دلوقتي السموزي، والطبيعي لما نيجي نشتغل في عصاير او في حلويات بنستعد، اولا نطفي النار عشان فاتوره الكهرباء ما تجيش عاليه، والتبذير غير مطلوب نهائيا سواء في الميه او في الكهرباء او في الغاز. اه وانا اخسر حاجه لو سبت البوتاجاز؟ محدش هيقول حاجه، ولكن ده لازم انت بينك وبين نفسك كده زي الفل. تمام، تعالوا مع بعض نعمل السموزي مقاديره على الشاشه. تمر او عجوه ده موجود معانا بتاع سينا بتاع الواحات اللي بتصدره، شيل النواه منه وتاكد انك شلت النواه منه. معانا خلاط وتلج وحليب ولوز، يا مزاجك اللوز اوميجا 3، كل ده مع بعضه في قلب الخلاط دلوقتي عشان نعمل سموزي التمر باللوز. اهداء مني لطلبه الثانويه العامه. افتح يا سمسم، ادي التمر بتاعنا، التمر السكري ده ملوش حل. كل حاجه من عندنا في قلب الخلاط، دول كفايه، حط عليهم لوز. والتركيه بتاعت المغازي هنا بقى ايه؟ اللوز ده منقوح في ميه علشان اخد الماده الدهنيه بتاعته، ما يبقاش خشن، ما احسش بطعمه. دي المدرسه بتعملها عصير موز باللبن واللوز، ينتقع في ميه، بتدخلي اللوز او المكسرات في عصاير المفروض تنقعها في ميه. هنشيل اللوز ده نحطه كده، نحط الحليب عليه والسكر، ده اختياري بس لو جيت للصراحه يعني لو هتسمعي كلامي ما تحط السكر، اكتفي بالسكريات اللي موجوده في التمر. بس نحط معلقه سكر عشان الاولاد بيحبوا الحاجه متحليه، معلقه واحده كفايه، بس انا لو انا هشربه مش هحط والله سكر خالص يعني. نحط التلج بتاعنا، اللهم صل على النبي. العب، ونمسك الخلاط كده نشغله، استاذنكم زي الفل. We'll be right back.
حلو اهو، تسلم ايدك يا شيف، حلو. خلاص صديقي ده المساعد بتاعي. دايما في حاجات كده لما يكون عندك المصروف او عندك يعني فرصه تشتري الاكسسوارات بتاعت المطبخ، خلاط بيفرم التلج، مطحنة التوابل، الحاجات دي بتدفعك في المطبخ، بتديك فرصه ومساحه واسعه تبدعي. والمطبخ دايما اقول مفاتيح السعاده والتواصل بين الاسره وبعضها. شايفين اللوز؟ يا مزاجه اللوز، اهداء من طلبه الثانويه العامه. قال لك يا صبابين العصير مش القهوه، زيدوا ايه؟ شرباته. حلو، يا رب نشرب الشربات يا رب في نجاحكم يا اولادنا. هنحط اللوز هنا ده كده، الله، ده انا هخلص القهوه واخد لي واحده. الف انا وشفا للي يشرب. طيب التاجر السي فود شايفين حضراتكم، ده مش هحط ليمون على الوش، ده ما تحطش ليمون، ممكن نحط مثلا عود خضره، عود نعناع كده حسب الرغبه يعني. خلي بالك اوعى تحطي ليمون على الوش. طب ايه لو حطيت ليمون؟ ايه اللي هيحصل يا شيف؟ ده ما تحطش عليه ليمون، لو حطيتي ليمون على الكريمه اللبانه دلوقتي هتفرط منك ويبقى شكله وحش. هو ده التقديمه بتاعنا. حلو، عدل الاكل بتاعنا ده رز ابيض، الاكله دي عايزه الرز الابيض معاها. طب مش عايزه رز ابيض، ممكن مكرونه سباكيتي كده معموله بزيت زيتون وزيتون وشويه ريحان او صلصه البيستو لو انت عايزه تجودي في الموضوع شويه، بس الماكريلي بالصلصه عايز رز ابيض. حلقتنا النهارده بنهديها لحضراتكم يوم الجمعه بعد الصلاه مباشره اعاده ان شاء الله، ولكن بهديها كمان لطلبه الثانويه العامه، وخاصه العصير بتاعنا الحلو اللي انا عملته سموز التمر باللوز، يا مزاج اللوز. رؤيا فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. ♪